لا يوجد شعور أجمل من الشعور بالعطاء وأسعاد الآخرين، وبفضل من الله وكرمه غدت كويتنا الحبيبة منار العمل الإنساني وواحة للخير والسلام قولا وفعلا تحت ظل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه. ومن الإنجازات الإنسانية ما تداوله المغردون لفيديو جميل عن جمعية الإغاثة الإنسانية وهي في زيارة إلى الصومال تتفقد خلالها الآبار الارتوازية وإجراء الفحوصات الطبية وعمليات العيون وعلاجها لقرى فقيرة في الصومال. على طريق الخير نمضي قدما، بنا همم تدعو وترجو المغنما، قلوبا حملناها تفيض. هذه أول حال بإذن الله عز وجل يتم لها العملية، العمليات مستمرة بإذن الله عز وجل، وراح تاخذ لها أسبوع لإجراء 500 عملية. هذه الحالة الثانية تمت العملية الآن بفضل الله عز وجل. دلت عليه قرائن وبر له وجه المديح تبسما.